صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم البنات، اليوم غادي نرتاح واحد الشويه، عندي ريبوزو يا اختي، وغادي ننظف الدار، نحيد العقص. الله يرحم هذيك اللي خلات هذه الكلمه، هذه نحيد العقص من الدار يا اختي. ايوا اجيو معايا، غادي نبدا معاكم من الاول حتى الاخر. ولا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساوش ديروا الاشتراك واللايك والتعليق والبارطاج مع اصحابكم وحبايبكم، وشكرا لكم. هانتوما اختي كيف ما كتشوفوا، راه الروينه الروينه نايضه، ها الموان الشطاب، ها شوفوا، وهذا راه دغيا كيتوسخ، يا قطره الماء تتبان فيه. هذاك راه بغيت نديه نصبره في الماكينه، هو والاخرين. ايوا يا الخوت، هانتوما الدار كلها راها مرونه جدا، وهنايا بيت النعاس حتى هي شوفوا، وهنايا ها كان صبيين كاين دوما 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 دوما. هادشي هذا كله خاصو يتنقى كله. عندي ريحه العقص يختفي في الدار، ونحلو الشراج باش نبدلو الهواء. يلا ايوا هانتوما معايا، ندي بعد هذوك، ندي هذا. هاد الماكينه عندي واحد الماكينه قديمه، ولكن البنات ما بغيتش نطلقها حيتاش واحد الماركه اللي هي واعره كاندي، ما كتخسرش، عرفتوا راه عندها اكثر من، قالوا لي اكثر من 30 عام عند هاد الماكينه هادي، وباقا خدامه من داكشي. ايوا المهم انا تنحيد هادو باش نديرو ما تصبن، وتتصبن لك جميع الانواع ديال الحوايج، الفراش، كلشي، اي حاجه بغيتي. صافي يا البنات، صافي دابا انا درت التيت ودرت امور بيدينتي. شوفوا يا البنات، الا بغيتي تشري امور بيدينتي شريو هذا، تيخلي الريحه في الحوايج، واعر، سميتو لينور، وفيه بزاف ديال النكهات، يعني النكهات ديال الروائح ديال الفاني ديال اي حاجه بغيتي، واعر بصراحه. مهم غادي نخدم الماكينه ديالتي، هي راه قديمه ولكن اش غنقول لكم، لا 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 لا، الماكينات تصبر لي كل شيء. غادي نردها هنا، والتيد اللي تنستعمل انا هذا ديكسان زوين، يعني ما تديوش على هذا الشيء، هذا كل شيء خاصو يتصبر وكل شيء خاصو يتنقى. صافي البنات، دابا شطبت هنايا هذا الدوش هذا، وغادي ندير هذا انا اللي تندير بالنكهه ديال الحامض، وعندي حتى بالخزران، صافي غادي نديرو هنايا، راه زوين تيخلي الريحه زوينه وتينقي في نفس الوقت. بغيتو تزيدو جافيل ولكن تيبدل ليه الريحه، الجافيل تيخلي بصراحه واحد الريحه خايبه ما كيعجبنيش، انا تندير غير هذا وصافي. دابا غادي نشطو يا اختي، شطو هنا يا البنات، عندي واحد الورده تشتتات كلها، ولا درتها في الطبيصيل هذا يا اختي بحال ديكور. هانتوما ايوا اختي، دابا راه كنت نشرب هذا، نمشي تزكت هذا يلا خليهم يمشي. ايوا يا البنات، من بعد ما اسميتو وما غسلت لاباب، ايوا يا البنات، من بعد ما غسلت لاباب هانتوما، وغسلت المرايه حتى هي ونقيتها، هانتوما تتبان تتلمع. نوريكم طال البرودوي اللي تنستعمل انا، تنستعمل هذا، ها ليزوفورم، هذا توتو توتو ديزينفيتانتي إز ماركيا، تيحيد أسميتو الطبايع تا هما، زوين هذا اللي كنستعمل ديما أنا يا البنات. هذا إلا بغيتو تاخدوه، تمن ديالو ماشي غالي. إيوا هذا تا هو نستعمل ليه نفس أسميتو نفس البرودوي، و تا الروبيني تا هو شفتو كيفاش تيلمع، وهذاك حاشا قنبلة تا هو واخا عندو هداك العظيم، هداك اللي كنا عرقين هداك المرة وصافي. وبالنسبة للمرايا أنايا تنستعمل هذا،
كنستعمل هاد لافافيتري هذا ديال الجاج، واسميتو تنكرط بهاد الكراطه هذه. هذه راه راه ديال الطوموبيل، ولاني انايا تتنقي ليا بالزربه في وقت وجيز. عندي واحد اللعيبه اخرى تكون شفتوها عندي هذا، ولاني كبيره وثقيله وما تيكون فيا اللي يستعملها، درتها غير فوق فوق هذا الماريو هذا. راه الفوق تتبان لكم شفتوها، هذه تتخدم بالضو حتى هي تتنقي، ولاني ثقيله وداك الشيء صافي. وما بقيتش تنديرها، وهنا فرشت الطابيات ودرت الحوايج تصبروا حتى هما الحوايج اللي كنلبسوا. اما دوك الجفافين ولا ما عرفت سميتهم راه خرجتهم من هذا البلطه. وبالنسبه للطار بيت النعاس خاصني مازال نقد الناموسية، المهم غسلت غير الجيوش او صافي او صافي. حنا راه ضروري خاصنا نسخنو الطريق الدر، والسيدة هي كتعجن تقول لي كما عجن. ولما انا راهم باقي ليا هادوك باقي، غنمشيو دابا نتغدى ونصلي الظهر وارك المواعن. ايوا يا البنات، من بعد ما ساليت الشقه ديال اليوم ها هو غدانا. كاين هاد الحسوه هادي من والبارح، المهم بقى هي هادي. وهاد البطاطا هادي واخا شفتو هاد الشيء، قليت اللحم ومن بعد درتها في ديك الزيت ولصق فيها هاد الشيء هذا، وبقات من البارح ناكلها انا. شوف البنوطه وصافي، وباقي ليا الخواتات المان والبوطاج وداك الشيء. التمره ما كتساليش زعما اليوم ديال ايوا نفيكوزي، زعما النهار ديال ريبوزو ديالي زعما باش نرتاح شي شويه من التمره. ساعه لقيت التمره انا اكثر من اللي ايوا. المهم الكبيدات دابا غادي نتغدى. بنينة دابا غادي نتغدى وتهلاو ليا فريوسكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك وتعليق وبارطاجو مع صحابكم وحبايبكم. تنبغيكم بزاف وتهلاو ليا فريوسكم، والله يعطيكم ما تمنيتو، والله يبعد علينا ولا الحرام ولا الحرام، والله يسر لينا في اللي فيها خير لينا، والله يبعد لينا اي حاجه ما فيهاش الخير لينا، واخا غادي يبقى فينا الحال الا ما فيهاش الخير لينا الله يبعدها علينا يا ربي. امين يا ربي، تجينا في الطريق صحتو يا ربي، ويا ربي تنجينا من ولاد الحرام وولاد الحرام تبعدو من طريقنا. صدقوني اخوتي الا كاينين الناس منافقين وتيديو في الصوره ديالتهم راهم تيبانو بريئين، ولكن راهم منافقين اقسم بالله. انا قد ما تنزيد في الحياه وفي الدنيا وفي انني تنعاشر الناس، قد ما كنزيد تنكتشف هذا النوع هذا. ها وانا خليتهم غير الله سبحانه، خليتهم غير الله هو اللي يخلصهم، لانني انا واحد الانسان اللي قلبي على لساني، ما غاديش نقدر نتهم شي واحد بشي حاجه ما دارهاش ولا ندير شي حاجه. الا دارها راه دارها، راه غادي نقولها فيه، غادي نقولها فيه سواء بغى سواء ما بغاش. ولكن انا اللي اكتشفت هو انهم كاينين الناس اللي انا تيعطيوني وجه ومن مورايا تيمشيو تيوسخوني حاشاكم، تيوسخوني بحال الليله خديت هاد الكاطاديا ودرتي فيها بحال هكا، تيمسحو فيا يديهم داك الشيء اللي داروه هما تيلبقوا عليا انا، والله ياخذ فيهم الحق. المهم غير قلت ليكم الخوت الله يبعد علينا ولا الحرام ولا الحرام، وتهلاو ليا في رؤوسكم ونهاركم مبروك.